ايش عاد اللي سمعنا ديال يشدوا الجمعات والصلاه وهذا الشيء؟ راه ما ماشي معقول. راه واحد بيت الله، بيت مقدس، ما يمكن لهم شي هما باش يعملوا هاد الحاجه اللي هي ديال الله. ماشي حاجه خلينا نمشي نشوفوا شي حاجه. اما المرض الى جمع الله مرحبا، حنا ما كنخافوش من هاد الاوباء هادي وهاد الشيء هذا. الانسان يكون نقي في السد ديالو ومع راسو ومع الناس. جاوب عليه وبدا مزيان الحمد لله بخير وعلى خير، ما كاين والو، فهمتيني؟ الجامع عمره كما العاده، صلينا عاديين، خرجنا ما كاين والو، طبنا الغيث. طب الله الشتاء ان شاء الله ربي يعطينا شي شحال الشتاء، هادشي اللي كاين. ليكم انا وحسين من تطوان، اليوم في الجمعه، سمعنا شي اشاعات كيقولوا باش وقفوا الصلاوات في الجف والجوامع وهادي، والامور عاديه ما كاين حتى حاجه، والمسائل حنا المسائل مساجد الله سبحانه وتعالى، وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وما كاين حتى حاجه، وما خوفانين حتى من حاجه ان شاء الله بجهد الله. سمعت بان كاين واحد شخص من الحكومه غتغلق المساجد بالنسبه للصلاه في يوم الجمعه، كنظن بان هذا القرار هذا ما عنده حتى شي اعتراض بان الجمعه، صلاه الجمعه فهي مؤكده وسنه مؤكده، وهذا الوباء هذا من عند الله، حتى الا كان شي حاجه مقدره علينا احنا مسلمين مرحبا بها، كل شيء من عند الله، احنا الايمان ديالنا قوي وكنامنوا بالله وكنعرف، والصلاه ديالنا خصها تبقى، وكنظن هذا القرار باقي ما تاكدناش منه واش رسمي ولا ماشي رسمي، ولكن ما عنده حتى شي اعتراض ولا حتى شي نهائيا على هذا الوباء، وكنتمنوا من ربي يهز علينا هذا الوباء ويكون الخير، والله يشافي جميع الامه المسلمين وجميع العالمين. صلينا الجمعه كدائما، وبالعكس كانت عمره اكثر من اللي كنشوف، والامام دعا بالشفاء وعادي ما سمعت شي حاجه، والحمد لله الله يخلينا والله يثبتنا بالايمان. سمعنا شي اشاعات البارح على صلاه الجمعه، يوم الجمعه، يعني قال لك غتتلغى ما تلغى على هذا الفيروس كورونا. حنا كنستقروا هذا الشيء هذايا، وحاشا لله الانسان يكون تبيض الله وتصيبوا شي حاجه، وحنا لو كنا غنصيبوا لم يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والحديث القدسي، الحديث النبوي كيقول صلى الله عليه وسلم، كيقول لك ولو يجتمع السماء والارض يضركم شيئا لا يضركم شيئا الا باذن الله، ولو يجتمع السماء والارض ينفعكم شيئا الا وينفعكم شيئا الا باذن الله. والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. هذا الحديث هذا راه قالوا لنا هذه 14 سنه، 41 سنه دابا باش قالنا هذا الحديث هذايا، وحذرنا من هذا الفيروس، من هذه الفيروسات حذرونا من هذا الفيروس، عده فيروس، البراس والجدام وبزاف الحاجات والجنون وبزاف الحاجات. حنا ما خصناش نكونوا اي اشياء اللي غادي يقولوها لنا الغرب، واللي غادي يقولوها لنا المسؤولين ديالنا، دغيا نتخلعوا ودغيا نتربجوا في الحياه ديالنا. لا ما تسلمش عليا، لا ما تصليش قدامي، لا ما تقربش قدامي، لا حاجه، لا لان كنا غنتصابوا باذن الله. وهذا الشيء هذا انا كيجيني غير وهم، غير وهم، وكيبغيو يخلطوا الشعوب، وكيبغيو يربجوا، كيبغيو يخلقوا واحد العرقله السير بين واحد الصراع بين الشعوب. وحاشا لله واش يتصاب الانسان اللي مؤمن واللي متقي الله، حاشا لله انا كنظن واش يتصاب هذا الفيروس هذا. وشكرا.